هذا السائل صاحب الفضيلة يقول: لي أخت متزوجة وحالتها المادية بسيطة، يعني أنها أعلى من الفقير، فهل يجوز لي أن أعطيها زكاة المال وزكاة الفطر؟ وإذا كنت قد فعلت ذلك فما هو الحكم؟ سمعت الحكم، وهو أنه صدقة للمحتاج، اللي عنده ما يكفيه، اللي عنده ما يكفيه ما يجوز يعطى من الزكاة. إذا كان عند أختك ما يكفيها ولو كان قليلا لكنه كفاية، فإنه لا يجوز إعطاؤها الزكاة. أو كان زوجها ينفق عليها، زوجها ينفق عليها، هي ما تنفق على نفسها، إنها لا تعطى لأنها مع زوج ينفق عليها. نعم.